هنتكلم النهارده عن المصيف ودور الام في كل رحله. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنتكلمكم من قلب الواقع ومن قلب الحدث، احنا ازاي بننظم وقتنا وازاي نقدر نستعد للمصيف كامهات من غير تعب ومن غير قلق. ده بيجي اولا عن طريق ان احنا لازم ننظم وقتنا ولازم نجهز نفسنا بوقت كافي قبل الرحله. يعني حددنا الرحله ان هي هتكون يوم كذا، لازم قبلها بفتره طويله نجيب ورقه وقلم ونكتب اولوياتنا والحاجات اللي احنا محتاجينها ومحتاجين نشتريها، ونكتب كمان الحاجات اللي احنا محتاجين ناخدها معانا. طريقه التنظيم والترتيب من بدري بجد بتشيل عننا عبء كبير. لا احنا كمان كامهات انا عايزه اقول لكم لازم نستمتع برحلتنا زي ما انا دلوقتي بستمتع معاكم برحلتنا، وده برده ما بيجيش من فراغ. احنا لازم نعتمد كمان على اولادنا في ادوار بسيطه بيقدروا يتعاملوا معاها. كمان نقدر نستمتع لما كلنا واحنا بنتحرك في اي وقت في الرحله، اثناء الرحله كل واحد برده هيكون مسؤول عن جزء خاص بيه.